وللحديث أكثر عن ملاحقة روسيا لمعارضي النظام والعمليات المخابراتية التي تجريها على أراضي الاتحاد الأوروبي والمتسببة لغضب شديد لدول الاتحاد، ينضم إلينا عبر سكايب عضو سابق في البرلمان الألماني الدكتور جمال قارصلي. أهلا ومرحبا بك. أهلا، مساء الخير. مساء الأنوار. دكتور، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن المعارض الروسي نافالني كان ضحية محاولة قتل. كيف تتعاطى ألمانيا مع هذه الجريمة سياسيا، وعلاقات ألمانيا مع روسيا متوترة أساسا؟ هي حقا هذه الحادثة يعني فاجأت ألمانيا بهذا الشكل، وأتت بالوقت الغير مناسب، لأن هذا نوع فيه نوع من التحدي، فيه نوع من التحرش، جاء بوقت غير مناسب، لأن ألمانيا تحاول أن يكون هناك توازن بين العلاقات الألمانية الروسية الألمانية الأمريكية. والآن ترامب يفرح وسعيد جدا بما حصل، لأن الذي كان يريده أن يصل إليه إلى أن يصل عليه بهذه الطريقة، بطريقة عملية وحشية روسية. طبعا الآن الأحزاب الألمانية كلها تتفاعل مع هذا الموضوع، وأغلب الأحزاب الألمانية وشبه بشكل كامل تشجب بذلك، وكلها تقف إلى جانب الحكومة الألمانية، إلى جانب المستشارة. طبعا الموضوع هو ليس سهلا، وليس سهلا لألمانيا لوحدها. هذا ألمانيا تحتاج إلى موقف واضح من الناتو، وموقف واضح من جميع دول الاتحاد الأوروبي. والمستشارة قالت بأنها ستعلم جميع الدول، وأنا أتصور إن تم هناك شيء فيتم على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. طيب، يعني منذ أشهر اتهمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل روسيا بالتجسس على البرلمان الألماني. هل تعتقد أنه بعد هاتين الحادثتين من الممكن أن تكون هناك خطوات محتملة ضد روسيا تتخذها ألمانيا كما فعلت بريطانيا؟ نعم، أنا أتصور موضوع التجسس، أتصور هو موضوع عادي أصبح بين الدول. حتى أمريكا تتجسس على الساسة الألمان، وحتى أجهزة المخابرات الدولة بذاتها تتجسس على ساستها. ولكن أتصور هنا بالنسبة للدول الغربية حقا أصبح الانتعاض كثير، لأن روسيا كررت هذه العملية، يعني كما سكريبال ولا قبله ولا رئيس أوكرانيا السابق الذي لا زال الخدوش موجودة على وجهه الذي تم معالجته في النمسا. يعني بوتين يحاول بكل السبل أن يزيح معارضيه، لو كل من يرفع صوته يزيحه بطريقة ما. أنا أتصور الآن حقا يجب أن يكون هناك الرد، والرد الصارم. وهناك ممكن أن يكون حتى موضوع النورد ستريم، خط الغاز الذي سيوصل روسيا مع ألمانيا، والذي أمريكا تقف ضده، ربما سيكون ضحية هذا الموقف. عندما ألمانيا تريد تأخذ موقفا صارما، فربما أن تستغني عن هذا المشروع، والذي وكلف 9.5 مليار يورو، وشاركت فيه شركات ألمانية ونمساوية فرنسية بريطانية، فهو يعتبر مشروع استراتيجي وكبير. وربما بهذا السبب ربما ستضغط الأمور على ألمانيا أو على ميركل حتى تتنازل عن هذا المشروع. طيب، لكن الجانب الروسي المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تحدث يوم الخميس الماضي وقال إنه لا يوجد أي سبب لاتهام روسيا. ما الأدلة التي تتمسك بها ألمانيا لاتهام روسيا في جريمة محاولة تسميم المعارض الروسي اليوم؟ نعم، يعني أنا أصور المخابر العسكرية الألمانية والتي هي مختصة بهذه الأمور أثبتت بأن هذا الرجل تم تسميمه بغاز الأعصاب، واضح جدا والنتائج واضحة. وأنا يعني هذا الموضوع لا يأتي من عبث، أو ألمانيا حقا هي لا تريد هذه التهمة. ألمانيا تتمنى أن لا يكون لبوتين ومن حوله علاقة بهذا الموضوع، ولكن الموضوع واضح للعيان ويمكن أن يراه كل إنسان. وهذا كما قلت موضوع محرج، وربما هي رسالة من بوتين لكل معارضيه أن الذي يحاول أن يرفع صوته أو يرفع رأسه فإن سيكون مصيره هذا. وأصور هذه ليست أول عملية، كما قلنا عدة عمليات من هذا النوع وكلها تشبه بعضها البعض. وعلينا أن نذكر هنا من أين أتى بوتين. بوتين هو أتى من الكاغيبي، هو أتى من المخابرات الروسية، وهو معروف بأنه مثل نظام الأسد يريد أن يحكم إلى الأبد، الذي هو غير الدستور الآن ويريد أن يحكم إلى عام 2036 وربما إلى الأبد. وفي السابق كذلك استخدم موضوع البينبون بينه وبين ديمت ميدفيديف
مد بيده، فكله كان يتبادلون على الموضوع. فإذا هذه سياسته هو بالنسبة له كالنظام السوري، المهم هو أن يكون الكرسي، أن يحافظ على الكرسي، يكلف ما يكلف. ربما هذا الموضوع سيكلف هناك مشروعا جيوستراتيجي كبير، وهو خط الغاز كما قلت نورد ستريم 2، ربما سيكون ضحية هذه العملية. ولكن بالنسبة لبوتين ليس مهما، مهما أن يبقى هو على كرسيه. نعم. وفت أصوات المعارضة. طيب، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دعتا روسيا إلى فتح تحقيق في تسميم أليكسي نافالني، وروسيا أبدت استعدادها على ذلك. إلى أي مدى تثق الحكومة الألمانية ويثق الاتحاد الأوروبي وكذلك إدارة الولايات المتحدة الأمريكية في شفافية هذا التحقيق فيما لو فتحته موسكو؟ أتصور هذا كمن يريد أن يسرح كما يقال الذيب في الغنم، أو من يريد أن يقوم يعمل من المجرم قاضيا. فإذا أنا أتصور لا أحد يثق في الطريقة الروسية أو المعاملة الروسية، ونحن نعرف بأنه في السابق قاموا بذلك والبريطانيين قاموا بذلك، ولكن بدون فائدة. حتى أحد نواب الكرملين يقول بأن أو البرلمان الروسي يقول بأن ربما تم تسميم هذا الرجل في مشفى الشاريتي في ألمانيا. يعني تجد من واضح بأن لا يمكن إنسان أن يثق بهم ولن يعملوا بهذا المجال، ومعروف كيف تدار هذه الأحكمة الأنظمة، فلذلك لا ثقة بهم. وصور النتيجة لن تكون مفيدة واضحة، فإنهم هو سيضعون غشاوة على الموضوع أكثر من أن يوضحوه. أنا أصور هنا يجب أن يكون هناك جواب صارم من الاتحاد الأوروبي مع كل دول الاتحاد الأوروبي ومع الناتو باتجاه روسيا لكي لا تتكرر هذه العملية مرة ثانية. نعم، العضو السابق في البرلمان الألماني الدكتور جمال قارصلي، كنت معنا عبر سكاي في استوديو رافدين. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.